استراحة الظهيرة مع ياسمين قريشي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين حلقتنا جديدة لليوم من استراحة الظهيرة، وأكيد حتكون منوعة ما بين الأخبار الصحية والأخبار الفنية والرياضية وأيضا الأخبار المحلية. وبفقرتنا التفاعلية، لماذا لا يعترف الرجل بذكاء المرأة؟ ماشي، المرأة آخر شيء رح نكون مع فقرة حدثة في مثل هذا اليوم. وبداية بدي أقول لكم أنه موضوعنا نزل على الصفحة، بدي أسمع تعليقاتكم والله يستر من تعليقاتكم، وأيضا بدي أستقبل اتصالاتكم على أرقام البرنامج بفقرتنا التفاعلية. لكن بداية بنروح مع فقرتنا مع الأخبار المحلية.
وسهلا فيكم عن جديد. هاي الأغنية إهداء لكل اللي واحد يحب واحد، يعني أبصر أبصر اختيار مين الأغنية. الله يكتر المشاعر الإيجابية وهيك والحب والكذا. لا شيرين اتجوزت، عرفت؟ نقولها ألف مبروك شيرين. بالعكس هي بتطلع لها هيك تنبسط وتفرح وتعيش، يعني هي هاي إنسان كتير فيها طاقة إنها تعيش، يعني مش خارج على زواجها القديم كان سبب المشاكل إنه هو بيتوتي كتير ما بحب يطلع ويروح ويجي وإلى آخره. يعني لازم كل واحد، هي قالت لي لازم كل واحد يعيش سنه يا جماعة ويعيش يومه، ما تحملوها أكثر من اللازم. خلينا نروح لأخبارنا الصحية لليوم واللي هي أصلا متعلقة بموضوع حلقتنا لليوم، لماذا لا يعترف الرجل بذكاء المرأة؟ خلينا نشوف. علميا وبحسب الدراسات، لماذا لا يعترف الرجال بذكاء النساء؟ نحن بنعرف انه في كتير رجال بيعرفوا انه قديش المرأة اللي قدامهم ذكية، قديش قوية، قديش زوجته مثلا اشطر منه باتخاذ القرارات، اشطر منه بموازنة الامور، لكن مستحيل يعترف الا من رحم ربي. علي قاعد بعد اساوري، مستحيل. أو يعني طبعا مش كلهم يا جماعة، بس ما بيعترف. يعني ليش؟ لأنه هاي حسب دراساتي أنا إنه الرجال ما بحب يحس إنه زوجته أو المرأة يلي قدامه أو زميلته أذكى منه أو مثلا خلينا نقول أشطر منه أو إلى آخره. أصلا نحن كسيدات ما بنحب نحس أصلا نحن ما بنحب نحس كسيدات إنه نحن أشطر من الرجال، عشان نضلنا حاسين بهاي يعني الحماية اللي إحنا دائما نطلبها من الرجل. قديش المرأة ممكن تكون شاطرة وقوية، لكن مستحيل تبين هذا الشيء. أنا بحكي بشكل عام، بشكل خاص، يعني أنا بحكي بشكل عام، مستحيل إنها تبين هذا الشيء قدام زوجها، عشان تضلها تعيش الشعور إنه هي اللي أضعف منه، هي اللي بحاجته، هو سندها، هو اللي بتركز حالها عليه. هلأ كشف باحثون أن الرجال يعتقدون أنهم أذكى من أقرانهم حتى عند مقارنتهم بالنساء اللواتي تثبت درجاتهن أنهن ذكيات. وركزت الدراسة الحديثة على بعض الطرق المستخدمة لتفسير سبب دفع الرجال إلى مرتبات أعلى بالمقارنة مع النساء، كما أنها تفسر لماذا يتم تهميش النساء غالبا عند طرح مواضيع تتعلق بالرياضيات والهندسة في المدرسة. عن جد كان يصير معك هيك علي؟ كنت تهمشوا البنات صفك اللي علي بقول لك مؤيد للمرأة. صحيح. وتوصل الباحثون في جامعة ولاية أريزونا إلى هذا الاكتشاف بعد أن طلبوا من طلاب الجامعة التسجيل في دورة علمية مختصة بتحديد درجات ذكائهم وعلمهم، وكانت الفاجعة. وعلى وجه التحديد أوكل إلى الطلاب تقدير ذكائهم الخاص مقارنة بكل شخص في الفصل الدراسي، بالإضافة إلى الطلاب الذين عملوا معهم بشكل مباشر. وفوجئ الباحثون بأن النساء أكثر عرضة للتهميش، مع التقليل من شأن ذكائهم مقارنة بالرجال. وعند إجراء المقارنة بين طالبة وطالب كلاهما بمعدل درجات 3.3، فإن الطالب يقول أنه أذكى من 66% من طلاب الفصل، أما الطالبة فتقول أنها أذكى من 54% فقط من باقي طلاب الفصل الدراسي، لأنه نحن متواضعين وما بنحب نشوف حالنا بذكاء، عرفت كيف؟ هي آلات. يعني كيف مثلا تيجي أنت تقول أنا أذكى واحد في كل العالم، تيجي المرأة شو بتقول أنا أذكى واحدة بالحارة. شوف قديش نحن متواضعين. يعني صحيح. ومن المرجح أن طلاب الذكور أكثر عرضة للقول أنهم أكثر ذكاء من الأشخاص الذين يعملون معهم، وذلك بمقدار 3.2 مرة مقارنة بالإناث، سواء كان شركائهم من الذكور أم الإناث. ويقول الخبراء
أن هذه النتيجة جيدة فيما يتعلق بالتأثير على طريقة شعور الطلاب تجاه أنفسهم وقدراتهم الأكاديمية. بس لا أوعيك على شغلة. نحن عم نحكي أنه قد تكون السيدة أذكى من الرجل مثلا، هلأ غالباً بأي عائلة البنات أشطر من الأولاد بالدراسة؟ بتأيدني أبو درة؟ البنات أشطر من الأولاد، شفت كيف؟ هذا واحد. اثنين، احنا ما بنحكي عن انا لما جيت وسكرت خزانتي من مفتاح لانه كان فيها اشياء زاكية، وجيت انت وكسرت الباب، تعتقد بانك او مش كسرته، دخلت ايدك من الخزانة، اللي بيتابعنا على السناب شاف هذا الشيء، هذا لا يعني انك اذكى مني. هذا مكر. خلينا نروح نشوف الفيديو الصحي. عرف انا بقول لك شو البوينت من الفيديو، انه بقول لك مش بالضروره كل ما كان راسك كبير وحجم مخك كبير يعني انت اذكى. لا، هي الحوت حجم مخه كتير كبير بس هو مش اذكى من مثلا، او الفيل مش اذكى من الحوت، ما بعرف شو حكوا يعني. انا عم بعطيك مثال ليس الا. فخلينا، بتعرف شطرنج؟ فصل الخط. بتعرف تلعب شطرنج؟ نفسي اتعلم العب شطرنج بس عشان اقول كش ملك، يعني نفسي اوصل لمرحله هاي كش ملك، اعرف امتى بتنحكى هيك اقول لك كش ملك. خلينا نروح لاخبارنا الرياضيه وهذه الضحكه المصطنعه. بنحكي عن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح. محمد صلاح اللي بيلعب بنادي ليفربول، لما لعبوا بمباراة الذهاب مع مانشستر سيتي أصيب، هي خلصت 3-0 وأصيب محمد صلاح. لكن الحلو في الموضوع أنه طلع المدرب أو الناطق، يعني ما بعرف شو بيكون هو، يعني طلع في بيان صحفي وقالوا أنه محمد صلاح رح نعمل له شوية فحوصات ورح نشوف شو الحالة الطبية يلي صارت معه ورح نشوف شو هي مدى الإصابة. كانوا خايفين أنه مبارح ما يشارك بالمباراة، لكن طبعا شارك بالمباراة. كانت إصابته هي في العضلة ضامة، ما بعرف هي مين هاي العضلة، بس حتما بدها تكون يعني في ال ماشي اوكي علي. فرجع محمد صلاح ورح نشوف فيديو لمحمد صلاح اثناء التدريب قبل مباراة امبارح، ومباراة امبارح كانت مباراة جدا رائعة وفاز ليفربول على مانشستر سيتي 2-1. وبقولوا انه محمد صلاح مهاراته في مباراة امبارح كانت خيالية، وبذلك يتأهل ليفربول للنصف النهائي. ويعني شيء كتير حلو انه مجرد انه هيك اسمه عربي بتحس حالك انك شفت حالك، علما انه احنا يعني مش من نفس البلد بس انه عربي، عرفت يعني. فشيء كتير بيبسطنا وجود محمد صلاح بهيك نادي عظيم. هلأ بمباراة الذهاب فازوا هم 3-0 بعتقد، ومحمد صلاح يقال أنه سجل هدفا وصنع آخر في مباراة الذهاب. خلينا نروح نشوف تدريبات محمد صلاح قبل مباراة امبارح. برافو محمد صلاح. وتعالوا نحول، هو ليفربول بأي دوري الألماني؟ نادي شو هو؟ لا هو ليفربول إنجليزي؟ إنجليزي. خلاص تعالوا نحول على الإنجليزي، والله الإسباني صار ممل.
يي شفت امبارح شو عشان هيك محمد مخرجنا لليوم المتعصب جدا لبرشلونة ما شفنا ابدا ابدا ابدا. مبروك مبروك الخسارة. خلينا نختم. ها مين كيف 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 شو 5 دقائق؟ والله برشلونة برشلونة سكتوا امبارح ولا حدا برشلونة. فيصل عم يحضرنا هلا من اربيل، ان شاء الله يكون عم يحضرنا، هو بعتقد ببغداد مش باربيل. ان شاء الله الف مبروك الخسارة يا فيصل. وانا بقولت له امبارح بحكيني بمواضيع بعيدة جدا كل البعد عن ريال مدريد وبرشلونة، بعدين اكتشفت شو الموضوع. خلينا نختم حلقة فقرتنا مع الاخبار المنوعة بالاخبار الفنية. هيك شيء جوجل يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف. ما بعرف انه مات. الممثل المصري العالمي، وقد احتفل محرك البحث جوجل ب10 نيسان يعني امبارح بذكرى ميلاد الممثل المصري العالمي عمر الشريف، حيث تم وضع صورة للشريف في وسط الشعار الرسمي للمحرك. شيء كتير ياي صراحة. وفاز الشريف قبل ما يفوز، لقب عمر الشريف بلقب لورنس العرب اللي كلياتنا بنعرفه أكيد، والذي أخذه من الفيلم العالمي الذي يحمل نفس الاسم، وهو الفيلم العالمي الأول له، والذي رشحه لأدائه المخرج البريطاني العالمي ديفيد لين عام 1962. وفاز الشريف بجائزتي الجولد جلوب كأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثل صاعد في دوره بفيلم لورانس العرب، ورشح كأفضل ممثل مساعد للجائزة، ليكون بذلك أول عربي يرشح لتلك الجائزة. أما بالعام 1966 حصل على جائزة جولد جلوب كأفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم الدكتور زيفاكو. توفي في 10 من تموز بال 2015 بعد صراع طويل مع المرض. صباح الخير علي. وشفنا هذا التقرير عن الممثل المصري العالمي عمر الشريف، وبهيك بنختم فقرتنا مع الأخبار المنوعة. ولا تنسوا موضوع حلقتنا لليوم، لماذا لا يعترف الرجال بذكاء النساء؟ بس خلينا نروح لأغنية. لمين الأغنية؟ ما بتعرف لمين؟ طيب اوكي، بلاقيكم بفقرتنا التفاعلية، فيكم تبعتونا على صفحتنا او تحكونا على ارقام البرنامج. شيرين كتير حليانة يا خيرين، مش حرام تحط لها هيك صورة. طيب لماذا لا يعترف الرجل بذكاء المرأة؟ رح نفتح الاتصالات ونستقبلها أكيد على أرقام البرنامج. يمكن هي الظاهرة، يمكن رح تظهر خلال ثواني، رح تظهر. وأكيد مشاهدينا أيضا من خلال إرسال الرسائل على صفحتنا على الفيسبوك بنقولكم أهلا وسهلا بكم. خليني أروح أقرأ التعليقات اللي وصلتنا على موضوع حلقتنا لليوم، وإذا بيجي اتصال عطول بناخده على الهواء. استاذ ياس، اول اتصال، اهلا وسهلا. كيف بتزبط معك استاذ ياس تكون اول اتصال؟ اهلا، حياك الله على اختيار هذه المواضيع المفيده والجيده. شكرا شكرا استاذ ياس، كيفك؟ الله يبارك فيك، ولكنك نسيتي موضوعي لحد الان. تحياتي للكادر والله على ناسه. شكرا شكرا، تفضل. الموضوع مالي مال المخدرات، لا تنسي أستاذ ياس، مو نسيته، خلينا بموضوعنا لليوم، تفضل. يلا، حقيقة توجد نساء كثيرات من الأذكياء جدا وتمتاز بالكفاءة النادرة والعالية، وسوف أتكلم بشكل واضح من خلال تجربتي في التعليم والحياة وتخصصي، ولا بد من طرح رأي متوازن. تفضل. وهو أن شعور الرجال الفطري بكفاءتهم وسيطرتهم وقيادتهم وتفوقهم في المجتمع
يجعلهم يشعرون أو لا يعترفون بذكاء المرأة، وهذا بالطبع خطأ. فمنذ أكبر الأزمنة برزت شاعرات وأديبات وبعد الإسلام متفقهات بالعلم والشريعة. نعم. وأكيد يبقى الرجل متفوق بمزايا كبيرة على المرأة بحسب الخلق الإلهي، ولكن عليه أن لا ينظر للمرأة بمنظار متخلف وموروث قديم. صحيح. لأن المرأة نصف المجتمع، ولا بد من تنمية دورها وكفائتها لخدمة الأجيال. صحيح. وهذا القول أن من يتمنى الخير للجميع دون استثناء هو من يحمل قلبا نقيا، فلتكن كل قلوبنا إن شاء الله نقية. ويا ياسمين حبيبك الرحمن، وجعل يومك خير وأمان، والسلام عليكم ورحمة شكراً. الله وبركاته. شكرا شكرا شكرا، ومداخلة جدا رائعة، وشكرا كثير لك مشاركتنا بخبرتك في مجال التربية والتعليم. وأكيد يعني على ما يبدو أنه أنت مع الدراسة أنه معظم الرجال لا يعترف بذكاء المرأة. خلينا نروح نشوف تعليقاتنا. محمد طارق شو بيقول؟ بيقول إحنا سألناهم لماذا لا يعترف الرجل بذكاء المرأة، شوفوا شو بيقول: لأنه ليس ذكاء وإنما مكر وخداع، حتى عواطفهن تكذب أحيانا، فقد حذر الإمام علي كرم الله وجهه من حبهن وعواطفهن وقال: لا تثق بثلاث: شمس الشتاء وعشق النساء وكرسي الأمراء. لكن ليس الكل، البعض أو الأغلب. مع تحياتي للمرأة الأم والبنت والزوجة التي تشكل نصف المجتمع، تحياتي لكم. مشكلتكم تشتكون من عشق النساء، وأنتم همكم الأول والأخير دائما وكل يوم هو عشق النساء. أمتى بدك تتعرف على فلانة، وأمتى بدك تحب علتانة، وهديك راحت وإجت غيرها، وهلأ يعني بيشغل أكتر جزء من مخ الرجل هو أخبار خلينا نقول صديقاته والنساء، واليوم عمين يتعرف، واليوم مين ترك، واليوم مين في واحدة جديدة عم بتفوت بحياته. فما تضلكم يعني تسوقوا فيها إنه أنتوا يعني لا تثق بحب النساء، وأنتوا أكتر شيء شغلكم كيف تجعل هذه المرأة إنها تحبك أو إنها تتعلق فيك وإلى آخره. ليس الكل إلا من رحمة ربي طبعا. معتز الزيدان بيقول: ياسمين السلام عليكم. لأن بعض الرجال لا يبغون إعطاء أهمية للنساء، مش خوف وإنما يعتبرونها إساءة لهم، ولهذا يشككون بقدراتها في إدارتها للعمل الموجه لها. أوقات بيكونوا قاعدين بمجلس وبتحكي هي رأيها، وبيكون رأيها كتير صح، أو بتحكي معلومة بتكون معلومتها أصح من معلومته، بتلاقيه بسكتها. ما بصير أنت تطلع أذكى مني وإحنا قاعدين بين الناس، يعني شو بدك يحكوا عني مثلا؟ لا، ما بصير. بدل ما يشوف حاله فيها، أو مثلا إذا بيكونوا هما الاثنين خلصين بكالوريوس وهي حابة تعمل ماستر، بتلاقي تشجيع خفيف. ليش هم أنت آخرتك شهادتك فوق الغاز؟ إذا أنت ما عندك طموح تكمل دراسة، هي عندها طموح تكمل دراسة. خلينا ناخذ تعليقات تانية. جاسم محمد الشهاب القرني شو بيقول؟ السلام عليكم. الفرق كبير، لا تجد بالمية واحدة عندها ذكاء وتستطيع تغيير شيء. لا تزعلي، مو منهم أنت. أنا ما بزعل يعني بغض النظر أنت شو رأيك، لا تزعلي مو منهم أنت. أوكي، وعم يبتسم. أوكي، بس أنت بتقول ما في من بين مية ما بتطلع واحدة. طب من كل مية أنت بتطلع واحدة، هاي الوحدة هل هي زوجتك أو أختك أو والدتك؟ يعني معناها أنت يعني عم تتعاطوا مع الموضوع بطريقة صراحة، إذا ما بتزعلوا مني بطريقة رجعية، وهذا الشيء مو صح، هذا الشيء مو صح. محمد عمار الغنودي من ليبيا بيقول: ربما غيرة أو حقد وإلا نقص في الشخصية، كيف امرأة أذكى مني؟ الأسباب عديدة ست ياسمين. كلمة الحق بتنقال يا جماعة، فما ما تكونوا ما بعرف. أبو شهاب الراشدي شو بيقول؟ أنا بقول على العكس، ذكاء المرأة مطلوب لمواجهة مشكلات الحياة. أغلب الرجال تشتكي من بديهية زوجاتهم، يعني بيجي بقول لك أنت ليش بتخون مرتك؟ يا زلمة مرتي ولا دهر يا الله وين حاططها، ومرتي لساتها عايشة بزمن الطيبين، ومرتي ولا بتفهم شي من شي، ومرتي كتير طيبة، ومرتي بينضحك عليها زي هاي تبع العيال كبرت، قديش كان جوزها عم بيحضر شنطة ليسافر يتجوز عليه، وهي عم بتحضر له الشنطة والبيجامات ولها. طب هيك أنت عم بتقول إنه ما بتحب المرأة، خلينا نقول يعني على نياتها يعني. بس للأسف إحنا بعض الرجال بحب المرأة القوية لكن مش كزوجة، عشان يضل مسيطر الأسد، عرفتوا؟ خليني أروح بس أقرأ مسجتين وصلوني.
علي بيقول صباح الأماني، شكرا يا علي. بيقول بسم الله نستقبل هذا الصباح، شكرا يا علي الأفندي الخزرجي. وأيضا أبو شهاب الراشدي بيقول ببعت لنا صور كتير حلوة، شكرا كتير لك. لكن هذا هو كان موضوع حلقتنا لليوم، شكرا لمشاركاتكم مشاهدينا، وشكرا لمسجاتكم، وغدا حلقة جديدة بنفس الموعد، إلى اللقاء.